السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناه شهيوات سليمه. وصفتنا لهذا النهار غادي تكون بريوات بنكهه السمك بدون سمك. غادي تشوفوا معايا المكون اللي كيعطيهم هذه النكهه القويه ديال نكهه السمك، كيخرجوا كميه كبيره، مكونات بساط يعني في المتناول. غادي نشوفوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو جميع اسرار نجاح هذه البريوات. غادي نشوفوا كيفاش ممكن اننا نلفوهم، يعني بالنسبه للاخوات المبتدئات لاول مره غادي يصيبوا بريوات مالحين. شوفوا الطريقه ديال اللف ديالهم، نشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم في الفرن، وكذلك طريقه التخزين ديالهم وسر اللون الذهبي ديالهم هكا باش كيكونوا مقرمشين ولو غير في الفرن. خليكم معايا من الاول حتى الاخير باش نشوفوا جميع النصائح نجاح هاد البريوات. نوريهم لكم ونشوفهم حتى كيفاش كيكونوا من الداخل. بسم الله. كنتمنى يكونوا واضحين وباينين. بسم الله، على بركة الله نبداو الطريقة والمقادير في نفس الوقت ديال هاد البريوات. عندي هنايا كمية ديال صدر ديال الدجاج، انا عندي صدر ديال الدجاج كامل هو هذا. كنضيف ليه كمية ديال قشر ديال الكروفيت او لا القمرون هو هذا. مباشرة غادي نضيف واحد نص ديال الحامضة، انا عندي يلا عصرتها هذه باقي يعني باقي فيها، غادي نضيفها. الا ما عندكم جديدة ديروا نص حامضة. عندي هنايا طريف ديال البصلة، هذه البصلة الخضرية غير طريف صغير. عندي جوج وريقات ديال سيدنا موسى، عويد ديال الخرقوم او الكركم. عندي ثلاثة دريسات ديال الثومة، حبات ديال القزبر حبوب يابس، يعني اي حاجه بغيتو تنكهو بها هاد البريوات ممكن، ولكن كتبقى غاديه في التوابل ديال السمك. عندي هنايا عريش ديال زعتر هادي طريه، وهنايا عندي شويه وريقه غير صغيره هنايا هي اللي تبقات ليا ديال بسيبيسه. ممكن ديروا البزار الابيض، انايا عفوا البزار الكحل يعني عادي، انا ما عنديش. درت هاد لي سانكبي فيه مجموعه ديال يعني خليط ديال البزار، فيه الابيض وفيه يعني الكحل القزبر حبوب شويه منه بحال هكا. الا عندكم غير البزار الكحل كديروه وشويه ديال القزبر يابس، وبطبيعة الحال شويه ديال الملحه ما نساوهاش ضروريه. وغادي ندير الماء اللي غادي يطيب ليا فيه هاد الصدر ديال الدجاج الكافي، يعني غادي يكون منكه بالمذاق ديال السمك. غادي نزيد واحد شويه وغادي نسد عليه الطنجره ديال الضغط ديالي حتى كيطيب ونرجع. كميه ديال الشعريه الصينيه، نتوما كتحكموا في الكميه ديال الشعريه الصينيه الا بغيتوها كثيره اولا غير قليله، باش حتى هاد الشعريه الصينيه كيكون فيها مذاق ديال في هاد المرق هذا. انا غادي نضغط عليها هنايا بمعلقه باش ما نديروش ليها غير الماء مغلي بوحديتو، هكاك هكاك كتجي فيها النكهه حتى هي ديال السمك على هذا الشكل. غادي نخليها حتى كترطب مزيان وغادي نصفيها ونكملوا المراحل كاملين مع بعضياتنا. وفي هذه الوقيته كنكون حيت انا داك الصدر ديال الدجاج حطيته على جنب باش كيبرد بيد ما تشرب ليا هاد الشعريه الصينيه هاد المرق. من بعد غادي نصفيها صدر الدجاج بعد ما برد، درتو انايا في هاد القطعه هادي باش يتقطع ليا قطع صغيره. ممكن نقطعوه غير في الكراده اللي كنقطعوا بها الربع، يعني هذيك اللي كنشدوها بحال هكا وكنبقاو نتقطقوا بها الربع غير باش يجي قطع صغيره. عندي هنايا حبه ديال البصله، هات عندي كميه غير قليله ديال هاد الحشوه، عندي بصله متوسطه تقريبا. غادي نقطعها مباشره من مور هاد القطع ديال صدر ديال الدجاج، يعني غنديرها حتى هي في الخلاط. غادي نطحنو في هاد الاله باش يجيني على شكل قطع صغيره ونرجع. وهنايا في نفس الكاس غادي ندير هاد البصيله وغادي نقطعها رقيق، ممكن كيف قلت تشلضوها غير رقيق. هنايا كناخذ مقله كنضيف ليها زيت نباتيه اول مرحله، وغادي نضيف ليها هاد البصيله اللي قطعنا هي الاولى. غادي نديرها فوق البوطه حتى كتنزل واحد شويه كيف شفتوا معايا مع شويه ديال الملحه. غادي نقطع فوق منها ضريس ديال الثومه ومباشره حتى كتنزل هاد البصيله. وعندنا هنايا هذا هو صدر ديال الدجاج اللي طحناه اللي كيكون منسم بمذاق السمك، تيجي بحال السمك.
وفي هاد الوقيته عندي الشعريه الصينيه راه تقطرات وقطعتها قطع، الوقيته اللي كتكون كتشحر البصيله، وحنا غادي نبقاو نضيفو التوابل والمكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الحشوه مع بعضياتنا. البصيله ديالي كتشحر، هذا ضريس ديال الثومه، ما نساوش واحد الرشه ديال الملحه. منين كتشحر هاد البصيله كنضيف ليها علبه ديال الشامبينيون مغسول ومقطع قطع صغيره حتى هو كيتشحر مع البصيله. منين كتشحر هاد البصيله كنضيف ليها علبه ديال الشامبينيون مغسول ومقطع قطع صغيره حتى هو كيتشحر مع البصيله. مباشره بعد ما تشحر البصله مع الشامبينيون ضفت فيها ديك صدر ديال الدجاج مطحون. من بعد غادي نضيف هنايا حامض مصير مقطع، وغادي نضيف توابل السمك اللي صايبنا مع بعضياتنا هي هادي، غادي نضيف الشعريه الصينيه وكنقلب الكل مع بعضياته على هذا الشكل حتى كيتجانسوا. وهنايا غادي نضيف معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، هذه اللي خدمنا مع بعضياتنا، ممكن انكم يعني ديروا معلقه كبيره ديال الطماطم مركزه، انا كنفضل هذه اللي خدمنا مع بعضياتنا. الرابط ديالها ان شاء الله غتلقاوه في صندوق الوصف. وبالنسبه لتوابل السمك ما نقولش لكم الاخوات هاد النكهه هذه اللي كاينه دابا هنايا بحال لانه مصايبين غير السمك يعني بوحديته بلا صدر ديال الدجاج. غادي نضيف شويه ديال البابريكا. هنا بعد ما جانست المكونات كاملين مع بعضياتهم كنضيف شويه ديال الهريسه، ردوا البال توابل السمك عندي فيهم شويه ديال السودانيه ومع ذلك اولا الشطه، ومع ذلك كنبغي نضيف شويه ديال الحار. عندي هنايا شويه ديال المعدنوس مقطع طري، وعندي الزيتون حتى هو يقطعته في نفس الاله يعني غسلته وسقطرته وقطعته، وعندي هنايا علبه ديال الطون. دابا طفيت البوطه يعني خارج النار، نضيف هاد المكونات هادي. انا كتبقى شاده لينا غير المقله ديك السخونيه كيف كنقولوا ديال البوطه. وهنايا واحد الحكه ديال الزعتر، لو توابل السمك عندنا فيهم الزعتر كنضيفوا هاد الاضافه. هنا كنضيف كميه ديال الجبن كتبقى اختياريه، هاد المرحله كتبقى اختياريه، ولكن الجبن مع بريوات ديال الحوت كيجي هو هذا كيجي المذاق زوين. غادي نجانس دابا المكونات مع بعضياتهم وندوزو باش نعمروا البريوات ديالنا بنكهه السمك. هنا كنجيب الورقه ديالي، خديت الحجم الكبير هو هذا، كناخذ واحد الكميه اللي غادي نخدم بها كنقسمها على جوج باش كتجيني سهله. بسم الله بحال هكا، وكنحيد ليها هاد الجوانب دائما الا كانوا ناشفين، وكنحيد ليها هاد الجوانب هادو هكا اللي كيكونوا ناشفين هكا الا كانت الورقه ناشفه، بقى غادا معاهم هكا حتى كنساليها. وهاد الورقه اللي باقا ليا ضروري كتغطى هكا باش ما كتنشفش لينا الورقه ديال البسطيله، ضروري غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونرجع. هنا كنجيب هاد النص ديال الورقه وكندهنها بالزيت الا كانت عندكم الورقه ناشفه، غير واحد شويه ديال زيت نباتيه، وكنحط الحشو، كنحط الحشو هنايا واحد المعلقه كبيره، وكنجيب هاد الطرف هذا وكنحطو هنايا على هاد الشكل، يعني هاد القنيته هادي كنغطي بها هاد الطرف هذا، وكندير صبعي هنايا وكنطوي على هاد الشكل، وما كنزيروش يدينا، شوفوا معايا كنديرو مثلث من البدايه، وكنبقى غادا من اليمين لليسر دائما هاد الصبيع هنايا وانا غادا حتى كنسالي، يعني انا درتها بطيئه باش نحصلو هكا على بريوه مثلثه. هنا كنجي لهنايا وكنحيد هاد الشيء اللي كيبقى عندنا شايط، بطبيعه الحال عندنا شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء، وكنسد به هاد الشيء اللي كيبقى لينا هنايا. بالنسبه للبريوات اللي كيدخلوا الفران يعني ما كنخافوش منهم،
كنحصلوا على بريوه على هذا الشكل. انا غادي نبقى غدا بنفس الطريقه حتى كنسالي البريوات ديالي. انا بديت فيهم كيجيو على هذا الشكل هذا حتى كنساليو ونشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم اولا قبل ما نطيبوه. هنا بعد ما ساليت البريوات ديالي كاملين يعني بعد ما طويناهم مع بعضياتنا كنجي كناخذ واحد ورق الطبخ وكنديرو في الطاوه اللي كتدخل الفران، وعندي هنايا زيت نباتيه مع شويه ديال البابريكا. هذه البابريكا اولا تحميره طبيعيه اللي خدمنا مع بعضياتنا مع العطريه وتوابل السمك. شوفوا معايا كيفاش كيكون اللون ديالها يعني قوي، كناخذو منها غير واحد شويه كتكفينا. وكنجي وكندهن بها هاد البريوات، يعني ما كنحتاجوش نقليوهم نهائيا في الزيت غير هكا، يعني كندهنهم من الجهه السفلى، ندهن الطاوه هي الاولى عاد غادي ندهن الفوق بحال هكايا. الفران عندي سخون يعني كيسخن سخون مزيان، ملي كنبغي ندخلهم كنقص ليهم درجه الحراره. كندهنهم من الجهه السفلى ومن هنايا من الفوق يعني بحال بحال. الفران عندي راه سخون دابا يعني على درجه الحراره مرتفعه حتى كيسخن مزيان، ملي كنبغي ندخل هاد البريوات كنقص ليهم. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالهم، ملي كنبغيو نحتفظوا بهم في المجمد كنخليهم غير كيتشمعوا، يعني الورقه ديالهم كتقصح في وسط الفران صافي وكنخرجوهم. هذيك الوقيته كنخليهم حتى كيبردوا وعاد غادي نحتفظوا بهم في المجمد. ملي كنبغيوهم كندخلوهم مباشره الفران، يعني بحال الا كيكملوا عاد الطياب ديالهم ما كنحتفظوش بهم خضري. نصيحة أخرى أخواتي، وهي ملي كنبغيو نحتفظوا بشي حاجة في المجمد المكونات ديالها تكون كلها طرية، يعني كلها عاد وجدناها. مثلا ماشي غادي نجبدو الحوت أولا الدجاج من المجمد ونطيبوه ونعاودو نحتفظوا به، لا هذه مسألة خاطئة. أنا هذا رأيي الشخصي وبغيت نشاركو معكم أولا بغيت نتقاسمو معكم. غادي نتلاقاو إن شاء الله بيد ما يوجدوا لنا هاد البريوات ونشوفوا الشكل النهائي ديالها ونشوفوهم في طبق التقديم. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا اللي صايبنا مع بعضياتنا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا خديت هنايا الجبن هذا ديال السندويتشات ودرت ليه شويه ديال البافو شويه ديال الزنجلان ملون. الا بغيت نشارك معكم الطريقه كيفاش درت لهم مره اخرى ان شاء الله في وصفات قادمه نشارك معكم. بالنسبه للورقه كتجي مقرمشه واللون ديال هاد الورقه كتكون محمره هكا بديك شويه ديال البابريكا او لا التحميره. بالنسبة للقرمشة ديالهم نوريهم لكم ونشوفهم حتى كيفاش كيكونوا من الداخل. بسم الله، كنتمنى يكونوا واضحين وباينين كيكونوا على هذا الشكل. اخواتي فضلا وليس امرا، الى عجبكم الفيديو ما تردوش انكم تبارطاجيوه مع الاخوات ديالكم مع العائله والاهل والاحباب باش تشجعوني نعطي المزيد من الوصفات والاقتراحات. في انتظار تعليقكم الزوينه دائما اللي كتفرحني. خليت لكم الراحه، في امان الله.